كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون. أيها الإنسان، ماذا حالك مع القرآن؟ وما هي حياتك مع القرآن؟ ما هي علاقتك بالقرآن؟ كم تتلو القرآن؟ هل امتثلت أمره وتأدبت بآدابه وتخلقت بأخلاقه؟ هل رسمته في حياتك ومجتمعك وعملك ووظيفتك؟ ما هو دورك وحبك وشغفك مع القرآن؟ هل هي محبة سطحية ومودة هامشية؟ أسئلة لا بد من عرضها في زمن طغت المادة على القرآن والحضارة على القرآن والتواصلات الاجتماعية على القرآن، فلم يبقى أن بقي وقت إلا اليسير ثم اليسير للقرآن. أتدري أن العلامة البارزة والخصلة الصادقة في حبك لله هو حبك للقرآن؟ كما قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى محبته لله فلينظر إلى محبة القرآن. وبالتدبر والترتيل فتلو كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم حكم براهين، واعمل بمحكمي حلا وحظرا وما قد حده فآقمي. وهو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ما هي حالك مع القرآن؟ هل له وقت من سنام وقتك وقطعة من حياتك؟ هل له وقت لا يشغلك عن شاغل ولا تواصلات وتواصل؟ هو محدد القرآن، مخصوص لجزء القرآن يوميا تختم به كلام ربك. في شهر لك من الحسنات أكثر من 3 ملايين حسنة، ومن الموافقات 30 جزءا، والشهر 30 يوما. قل لي بربك تحب القرآن، فلماذا هجرت القرآن؟ قل لي كيف تحب القرآن وقد انشغلت بالجوالات الذكية عن القرآن؟ والله ثم والله ثم والله لو اقتنصنا عشر ما نعيشه مع الأجهزة والتواصلات لكنا من أهل القرآن. كيف يريد المرء الراحة والطمأنينة والسعادة والعيشة الهنية والسعادة الأبدية وصلاح الزوجة والذرية وسعة الرزق وعطاء الرب والانشراح والفلاح وهو بعيد عن القرآن؟ وحاله: إن وجدت فراغا قرأت، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بعينها لا تهجع، فهموا عن الرب العظيم كلامه فهما ترق له القلوب وتخضع. القرآن شفاء وهدى، القرآن نور وضياء، القرآن يا أمة القرآن، عودا إليه ورجوعا إليه. قلب صفحاته وتدبر آياته وكحل عينيك برؤيته وعطر لسانك بتلاوته، عش معه واتله آناء الليل وآناء النهار، تجد حياتك سعيدة وأيامك حميدة وأوقاتك وأموالك مباركة. اجعل تلاوته كصلاة فرضك، لا يشغلك عنه شيء ولا يلهينك عنه شيء. سعادتك بتلاوة كلام ربك، سعادتك في مصحفك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.